بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. عظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد سيدنا ومولانا الإمام الباقر عليه السلام. سئل الإمام الباقر عليه السلام: أسرع الدعوات إجابة، ما هي أسرع الدعوات إجابة؟ فقال: أسرع دعوة وأسرع إجابة هي دعوة المؤمن لأخيه المؤمن بظهر الغيب. أسرع الدعوات إجابة، أوشك دعوة وأسرع إجابة، دعوة المؤمن لأخيه المؤمن بظهر الغيب. لذلك نحن نتمنى في هذه اللحظات إن شاء الله تعالى وفي التعليقات إن شاء الله تعالى أن يدعو أحدنا للآخر بقضاء حاجته. اللهم اقضي حاجة كل محتاج بحق هذه الليلة، ليلة استشهاد الإمام الباقر عليه السلام. اللهم اقضي حاجة كل محتاج بمختلف أنواع الحاجات، بمختلف أنواع الحاجات وفي كل أنواع الحاجات إن شاء الله تعالى بحق هذه الليلة، بحق الإمام الباقر عليه السلام إن شاء الله تعالى. فلنكتب في التعليقات إن شاء الله تعالى: اللهم اقضي حاجة كل محتاج بمختلف أنواع الحاجات بحق هذه الليلة، ليلة استشهاد الإمام الباقر عليه السلام، وبحق سيدنا ومولانا الباقر عليه السلام. وجاء في الروايات الشريفة أن من دعا لأخيه المؤمن بظهر الغيب قال له ملك من السماء: ولك 100,000 مثله. أنا أدعو لفلان بأن يزيد الله سبحانه وتعالى من رزقه، فإذا بهذا الملك يقول: ولك 100,000 مثله، سهل أموره، الله يسهل أمورك 100,000 مرة. تدعو لفلان بأن يرزقه رزقا حلالا طيبا، الله يعطيك 100,000 مرة رزقا حلالا طيبا. تدعو لفلان بأن تتزوج وتجد زوجا صالحا، الله سبحانه وتعالى يزوج بناتك وبنات بناتك حتى يصل الأمر إلى 100,000 من ذريتك من النساء يتزوجن بهذه الصورة. هكذا الله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده. تدعو لفلان بالشفاء، الله سبحانه وتعالى يشافيك من 100,000 علة، يعني فيك وفي أهلك وفي أولادك وفي أولاد أولادك وفي أولاد أولادك حتى يصل إلى 100,000 علة يضع لها شفاء. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول. برنامج صباحات والأيام من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.